البرنامج الوطني لإرجاع الشبكة الطرقية إلى وضعية جيدة للسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية؟ هذا السؤال الوزير لم يحضر واعتذر برسالة بين يدي الرئاسة، فللنواب المحترمين هل يطرحون سؤالهم أم يرجعونه إلى جلسة لاحقة؟ السيد الرئيس لطرح السؤال أم ل... لا، السيد الرئيس، العدالة والتنمية ستستغل 3 دقائق، ونتأسف لغياب السيد الوزير ولا نرى أين هو التضامن الحكومي داخل هذه الحكومة. شكرا. شكرا للنائب المحترم. إذن كلمة لأحد واضع السؤال. على حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا بالنسبة لنا حضر الوزير ما حضرش الوزير، الجواب دائما كيكون هو هو، يعني بحال يعني خاكا مع الأسف كنتأسفوا أن الوزير ما حاضرش لأنه خصو يجاوبنا، ولكن حتى ولو كيحضروا كاين حقائق اليوم في المغرب ضامغة تشهدها الأعيون، لا يمكن أن نغطي عليها ولا يمكن أن نغفل عنها، حقائق واقعية. اليوم احنا كنعتبروا بأن البلاد ديالنا داخلة في واحد المشروع ديال التنمية، كنعترفوا بأن البلاد ديالنا الحمد لله ماشي هي بلاد اللي في الجوار ولا غيرها وحاسديننا عليها، وهذا الشيء علاش بغي يديروا لنا القلاقيل في البلاد ديالنا وباغيين يديروا لنا عدم استقرار، كنعتقدوا. لكن إشكال البلاد ديالنا اليوم جوج ديال الإشكالات كبرى، كاين إشكالية الديمقراطية وكاين إشكالية الحكامة. الديمقراطية عندنا فين نتذكروا عليها من عدة يعني، ولا ربطناها الديمقراطية بهذه القضية ديال التنمية هي التوزيع ديال المدخرات ديال البلاد فيما يتعلق بالتنمية، ولا تكلمنا على الطرقات. كاين جهات اللي اليوم كنمشيو كنسنيو فيها الملايير ديال الدراهم وكنديروا فيها مشاريع وكنحرصوا على ديك المشاريع، وكاين جهات لحد الساعة مع الأسف الشديد لم تمنع بذلك، كتنتظر أن يفرج الله عنها ويزورها جلالة الملك باش عاد تبع الحكومة ويتبعوا المؤسسات باش يديروا فيها التنمية. ونعطي المثال ديال جهات الغرب لحد الساعة فيها إشكالات حقيقية، وكاين إشكالية الحكمة في تدبير هذه الأوراش وهذه الطرقات وهذا البرنامج ما بعد الفيضانات. وهذا الشيء اللي غنقولوا، نعطيكم أمثلة في الغرب، أمثلة في الطريق الوطنية في الشاون الثانية، طريق الجهوي بين القصر الكبير والسواكل، وعدة أمثلة يمكن الآن تمشيوا. البارحة السيد الرئيس والسيد الوزراء، أنا مشيت نزور العائلة ديالي، دزت من الطريق اللي داتها الفيضانات، الآن ما داتش عليها بضعة أشهر تتآكل هذه الطرق، تتآكل. وهذا الشيء كنت طرحته مع السيد الوزير، قلت له ما يكفيش نحطوا الفلوس، مزيان نحطوا الفلوس، مزيان نديروا برامج، لكن لابد من حسن التدبير، لابد من الحكامة، خاص الناس يتحاسبوا اللي كيشرفوا على هذه المشاريع. انا مشيت كنتسارع في واحد العدد ديال الطرقات، خاصه في العالم القروي، خاصه ما بين المدن الصغيره، خاصه بل حتى يمكن لي نتكلم بوضوح حتى في الطرق السيار اللي كنديرهم بعض الاحيان، راه وقعت في الشمال سابقا، يلاه سالينا بضعه شهور بدات كتميل وبدات كطيح. علاش؟ لانه شنو واقع؟ كنمشيو عند لابوراتوار، كنمشيو عند المختبرات، المختبر عطينا كوبي كولي ابو زنيقه نموذجا، كوبي كولي كيجيبها لنا دغيا كنمشيو كندوزوها. ولذلك نحن نقترح أن هذا البرنامج اللي دار اللي تنجز أن تقع مراقبته وأن نتابع المختبرات، لأن ما يكفيش يقول لي راه كاين المختبر عطاني، هذاك المختبر اللي دار غلط، كيف ما كنقولوا حتى في الصحة كيف ما كنقولوها يجب أن يتحمل المسؤولية. أكثر من ذلك بغيت نعطي مثال، لأن الوزيرة متفقة معنا هذاك الشيء اللي تقال على الجماعات المحلية والتدبير المفوض. القضية الثانية التي خصنا نبداو نحرصوا عليها وهي أنه الشركات كتختار على حسب معايير، كيقولوا تي خصها تكون عندها الصفه باش يمكن لها تاخذ الصفقات، لكن شنو كدير الشركات؟ السيد الرئيس والسيد الوزراء والحكومه كيديروا المناوله لا سوتريتونس، كياخذها هو بالمعايير اللي عنده شركه كبيره وكيعطيها لا سوتريتونس شركه ما عندهاش المعايير، فكتوقع هذه الكوارث في الطرقات ديالنا. ولذلك نتمنى تدخل الحكومه لانجاز ما يمكن. شكرا للنائب المحترم.